هادشي اللي كاين. شنو زعما يكون زعما هو اللي مورا هادشي كامل؟ اه انا متاكده هو اللي مورا هادشي كامل حيت كذب في السفر ديالو. وفي خبر الظاهره ضحيه اخرى وهو حارس ليلي مقتول في الغابه بسلاح ناري، وقد اكدت الشرطه العلميه على انهم في طور التحري والبحث عن الادله لفك شفرات هذه القضيه الغامضه. كان معكم هشام امين. مالك؟ فين الحساس؟ فين الحساس؟ الحساس فين الحساس؟ ولي الحساس؟ اه بشوي عليك. فين الحساس؟ ولي الحساس. هاكي شربيك بشوي عليك. انتي مالكي منك؟ انتي مالكي؟ شنو الحساس داوي عليك؟ الحساس مالك؟ الو الو سعيد الضابط، رد لقات واحد السيده مقتوله في واحد القهوه. كيفاش لفك شفرات هذه القضيه الغامضه؟ كان معكم هشام امين. حدي معك اخويا، معمر نهار واحد غدوزو في الحبس، وليني هاد النيرو خطير، خاصني نتصل به وباش نشكرو على هاد السرعة الخيالية باش قضى ليا هاد الميسيون. هلا سي نيرو، واش الأمانة وصلتك؟ هاديك كلشي هو هاداك. وبصراحة تبارك الله عليك، الضربة ديالك ما كتنوش الغبرة. هي دابا النمرة ديالك عندي، ولا خاصني انا شي حاجة راه غادي نتصل. انا راه الاشارة. والله يحفظك. وشوف الا بغيتي في العشية راه نعرض عليك واحد العرضة زوينة، بغينا غنتعرفوا على بعضياتنا ونهضروا بزاف ديال المواضيع. غادي تجيب ان شاء الله الوقت ونتلاقاو في الوقت المناسب. ما قلتي عيب. وفي خبارك التاريخ اللي دايرو انت كود كان هو اسعد نهار في حياتي. الا كان التاريخ هو اسعد نهار في حياتك، انا راه كان اتعس نهار في حياتي. علاش ياك لاباس؟ ماشي ضروري تدخل معايا في التفاصيل الشخصيه اولا. بصح اسمح لي اسمح لي، ولكن ما نطولش عليك، خليت لك الراحه. واش هادشي واقع؟ ثلاثه ديال الضحايا في قل من 48 ساعه وما كاين حتى شي دليل. صراحه هادشي كيدوخ. واللي تيزيد يدوخ هما انهم ثلاثه عندهم علاقه مع اميمه. ولكن الاساس ما عنده حتى شي علاقه باميمه. لا عنده علاقه كبيره، حيت هو الوحيد اللي كان المفتاح باش نشدو كريم وخوه. ما فهمتش. غنفهمك مزيان. في الصباح جات عندي فاطمة الزهراء. كريم كذب عليكم في السفر ديالو. ما يمكنش، هو عنده وثيقة تدل بأنه كان مسافر، وانتي باش عرفتي يكذب؟ هذيك الوثيقة 100% سيدي مزورة، حيت العساس ديالهم شاف صاحبتي ملي كانت داخلة معاه للدار، وما شافهاش ملي خرجات، وعاوتاني شافوا بالليل في نفس النهار هو وخوه خارجين بالليل ورجعوا في ديك الساعات. واش متأكدة من هادشي اللي تقولي؟ وهادشي اللي كاين. إيوا هادشي راه مهم. راه ولادنا ساروج باش نحلوا هاد اللغز. ما عندنا ما لقينا حتى شي دليل. ما عمرك تقول راه لقينا الساروج، حيت ما عندنا حتى شي دليل ضدهم، والعساس اللي كان غيشهد بهذا الشيء مات الله يرحمه. اذا بلا شك غيكونوا متورطين في هاد الجرائم كامله. ماشي بعيد، حيت كاع الجثث اللي تلقاو عندهم علاقه مع اميمه. هادشي اش غنديروا؟ غنمشيو لدار كريم ونعاودوا معاه التحقيق ونزيروه. اودي الا جات على الزياره نزيروه، الله غير لكم شي نتيجة.
السلام عليكم سي نبيل. اهلا اهلا اهلا، زرتنا البركه. ودي ياك لاباس؟ اسمح لينا سي نبيل، الا جينا في شي وقيته ماشي هادي. الله يودي دار داركم. مرحبا. لا جات على خاطرك سي نبيل، بغينا نجلسوا مع خوك على شي هضره بغينا نقولوا. مرحبا، زيدوا تفضلوا. خويا كريم، نزل الامن، راه بغاو يهضروا معاك شي هضره. سي كريم، انا نسولوك، البارح في العشيه فين كنتي؟ كنت في كازا خدام. وين بلاصه بالضبط في كازا؟ كنت خدام في الشركه ديال البونش اللي كاينه في الطريق ديال كازا، ورجبت لكم الورقه اللي فيها باللي راه كنت تما خدام، وتا الورقه ديال التران اللي مشيت فيه رجبت لكم. ممكن تعيط لينا لا ريسبونسابل نهضروا معاه؟ فاش بغيتو تهضروا معاه؟ بغينا نسولو شي أسئلة عادية. أنا نتصل به، راه عندي النمرة ديالو. علاش مالو هو؟ مكيعرفش يدوز لابيل؟ لا ماشي هكاك، أنا السيد مول الشركة صاحبي، وأنا اللي توسط ليه باش خدم. يلا عيط لي يلا. هي الأولى. عليك كنقلب. الو الو سي سعيد، كيداير؟ لاباس. المهم باش ما نطولش عليك، البوليس بغى يسولك شي اسئله من ناحيه ديال خويا ملي كان خدام معاك. وشوف السي نبيل، هادشي راه عيقتي فيه والله الا شوف، دوز لي رزقي ولا نشريها لك في الكحل. صافي واخا واخا، انا ندوزو لك. وراني داوي معاك اخي نبيل، اش ندوزو لك؟ اه سيدي، بغيت نسولك بخصوص كريم براده. نهار السبت معايش دخل ومعايش خرج. فريج مع 6 العشيه ومشى صباح بكري. المهم راه الا بغينا كنتصلوا بك باش ناخذوا الاقوال ديالك. واخا سيدي، انا راه الاشاره. واحد السؤال واحد اخر، اميمه واش تلاقيتي امور 6؟ لا، بغيت نسولك سعد الضابط، ما ديريش مني قل الصواب، واش خويا شاكين فيه؟ لا، حنا عاد تنسولو عادي. لا سعد الضابط، هاد الاسئله ديال التحقيق صيفطوا ليه السيده ويجي عندكم وحقوا معاه. ما قلتي عيب. شكرا. نحلب ليك، تا كاين شي سر مدفون. ولكن غادي نبقى تا غنجبدو. المهم كلف الدراري يراقبوا الفيلا ويراقبوه حتى هو. واخا كون عندك. صافي مشاو، هادشي كيخلعني هاد الضابط هذا. ما تخاف ما والو، داك الضابط هذاك داصر وانا غادي نربيه. هارو نيرو، دابا قولوا لي واش ما بغيتوش تحركوا؟ واش ثلاثه ديال الضحايا ماتوا وما قدرتوش تجيبوا لي ولو دليل؟ والصحافه والراي العام ما ساكتينش، والرؤساء صدعوني. يلا تحركوا عليا وكل واحد يدير خدمته. هريمش بغيت هريمش تحرك اصاحبي وحرك الدراري وقول لهم يديروا خدمتهم. مهم امشي نجيب بنتي.
هادشي بزاف اصاحبي، بقيت فاهم والو انا. سعد الضابط اجي تشوف اش سعد الضابط دابا ليا مات مخنوق، ولا شتي هاد الاثار الدم هذا اللي عنده هنا في الضفار، راه كان باغي يدافع على راسه. عرفتي اش غدير؟ عيط للشرطة العلمية حيت هادشي راه مبقيتش فاهم فيه والو. الو الو سي انس، معك ياسين. فين اخويا ياسين؟ صافا لاباس عليك؟ الحمد لله. وانت؟ ايوا اش نقول لك، جمع كلشي وقول الحمد لله. ايوا الحمد لله. وشنو واش باقي عارض عليا العشاء الليله؟ ما نخليوش الغدا اخويا ياسين، راه مزير شويه في الخدمه. اتريح اصاحبي، ما كاين لا خدمه لا والو هاد الليله، اليوم غنتعشاو حيت انا غدا غادي مسافر. واخا واخا يلا بسلام. الو زكي. الو سعادة الضابط، واش نتوما باقيين في عين المكان؟ احنا في عين المكان، راه خونا راه ما خرج له ولا خو. صافي غير نسحبو من تما وسيرو للدائرة. واخا يلا ديمار ديمار. خويا كريم انا غادي نخرج، ولكن شوف عندك تحل شي واحد حتى نجي. علاش انت شايفين غادي؟ انا جالس مع صحابي هاد الليله نقصر معاهم شي شويه. صافي اخويا واخا سير نشط شويه، ولكن بلا ما تعطل الله حفظك، راك عارف شي دابا وليت كنتخلع وباقي ما مستوعبش هادشي اللي طرا مؤخرا. تخاف من والو، انا ما نتعطل ما والو. صافي واخا يلا نوض ضرب الخبز شي تعنيق. او شوف اخويا ما حد في جنبك، ما تخاف من والو، واللي جا في طريقنا غنحيدو. يلا المهم تهلا في راسك، انا غادي نمشي دابا. صافي بابا فين هو صاحبك؟ غي صبري بنتي، ها هو قريب يجي، قريب يجي وتشوفي هذيك الساعة. من شابه وانت كتعرفو؟ هذا ولدي صديق الطفولة، شحال هادي ما تلاقينا. يلا شتو هاد الايامات مؤخرا وعرضتي عليه يجي عندنا، ها انت تشوف. ها هو واقيلا جا، انتما تسناو 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 تسناو. مرحبا مرحبا. انا ياسين. لاباس؟ كيداير؟ بخير. لاباس عليك؟ امور هانية. شتا تعاود؟ كلشي مزيان بخير؟ الله يلا بخير. هانية الحمد لله. تفضل تفضل. السلام عليكم. ها ياسين ليك ليك الوالدة. هادي مالك؟ هذا الرجل ديال الدار مكي. بوكس ديال تبارك الله تبارك الله. لا لا ما خلا فيك الشباب 100%. مازال البنوته باينه كتشبه المدى. تبارك الله يخليهم ليك. سير لي ماماك وقول لها توجد لينا باش راني مسرور. ياك ايوا با انس علي بخير بخير امور هانية. يلا الا كبرتي يا صاحبي. الحلاوه ديال كلشي طارت، اشرت قليلا على خروج على دوران دراري تما مابقاش كنتلاقى معاهم. عيش شنوات مش كنت خايلة تكون جانا الناس ما تخسروا شي. كيجي الناس راه واخا صافي الله 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 ال
ليا. شنو كون ماشي قرايه؟ شنو درتي؟ شنو قرايه تنقول لك اصاحبي انايا نكافئ مع الوقت. شوف سبع صنايع ورزق ضايع. ايوا صبر صبر باش ما جا الدور معاه. صبر صبر غير هو ما بقاتش بانت لي في هاد المدينه. علاش؟ باغي طز ولا؟ ما عطاتنيش اخي. عدي عاطي الله نمشي ندينا نشوف هذا الطلياني عرفتيه؟ اها نمشي ندوي معاه. الو كيفاش؟ وقتاش هادشي؟ انا جاي دابا. يلا قطع 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 انا جاي. ياسين كذبش عليك اخي الخدمه راه مزروب دابا خصنا صافي هو واخا ماشي مشكل. سلام باي باي. سلام المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. ماما ها اجرا مشاو. يمكنك تخرج. عرفتي انا قتلت امي. انا قتلتها. انا غير تهدن شويه عليك. شوف انا اللي قتلتها. انا قتلت امي ولكن شو راني خايف. صافي انا خايف. انا يلا يا كريم عاود لي كل شيء وما تخاف من والو. شوف انا ما درتش والو. خويا هو اللي دار هادشي كامل. تخلع ما والو. قول لي شنو دار خوك؟ انا نقول لك خويا جاب واحد وخونا واعر كيقتل وداك الشيء فهمتي واعر. قول لي هاد خونا اللي جاب خوك شنو قتل؟ انا نقول لك شوف قتل فاتي دري فاتي قتل الاساس اللي عندنا قتلت هذاك البوليسي الواعر اللي معاكم كيخلعني هذاك تا هو قتلو تا هو تا هو هاكا. وأميمة؟ أميمة أنا قتلتها. أنا قتلتها. شوف عافاك أنت ديني الحبس ديني الحبس تابعني بعد قتلني ديني الحبس ديني تخبى تما في الحبس خبيني خبيني عندي كنخبيك ولكن قول لي شكون هو هاد خونا؟ أنا كاع ما كنعرفو كاع خويا هو اللي جابو هو اللي جابو. واخ خوك دابا فين هو؟ كيكون مع صحابو الزعيم والدراري وكيتجمعو بيناتهم. واخ أميمة أميمة أنا تخبيت أميمة أمضرو شو صار؟ الساعة راه هدر أنا نحاول نبقى مع الحراسة. حاول تحركو دابا تجيبو لي دنابي. الروش في المراش ربي ودوشي الجوجة دربية ولوحي كل شيء. السلام عليكم معك البوليس. وعليكم السلام ياك لاباس. نبي كاين داخل؟ الشيف كاينين داخل كاملين الشيف من الدخول. مرحبا بك تفضل. وريني رأيي في درت له الميلوط عرفتي راه دايره في حوايج وصافي سرد. وشوف السيد شيباري عندي واحد الوليد باغي ندفعلو للبوليس. ولا السي مراد ولدك ضربو على حسابي صافي راه حسبو بحال ولدي. ولا لا يخطيك علينا اخي شيباري. اش دخل هادو هنا؟ ياك ما دايرش زبلة الدوتش. وانا بعيد على الزبايل اخي نبيل. سي نبيل عندنا امر من النيابة غاتقدم معانا. وعلاش؟ وانا نتحرك حتى لتما وتعرف. ويجلس انا نفكر. معكم الضابط تيباري بغيت نعرف علاش يمشي معكم؟ سعادة الضابط مع كل احتراماتي ليك خلينا نديرو خدمتنا. الزراوي سجي منا نبيل.
لاش مش ضروري المينوط خليني ندير خدمتي. كي دايروا دخلوا عندنا؟ انا اللي دخلتهم السيدي. علاش الحمر ما تجي تقول لي قمه تدخلهم؟ علاش عيب من قريبك انت ما تحكيتيش نهائيا. الا تحرك عليا من هنا الزعيم في نظرك علاش داو شي نبيل اخوه مرونين ارواح؟ نبيل خوك راه تعرف كلشي، دابا غادي انا نسولك وانت غادي تجاوب، ودابا غتقول ليا شنو سميت خونا اللي كتصيفطو يقتل؟ ما عرفتش. كيفاش ما عرفتيش؟ لا انا كنعرفو غير بالنيرو. النيرو؟ فين كتعرف هاد النيرو هذا؟ عرفتو عن طريق واحد الصديق. وشكون هاد الصديق هذا؟ ما نقدرش نقول ليك، حيت لي قلت ليك غيقتلوني صحابو في الحبس. اسمعني، غنعطيك من دابا الغدا الا تعاونتي معانا غنتعاونو معاك، حيت الحاجه الوحيده اللي غادي تساعدك هي انك ماشي انت اللي قتلتي. وخويا ني غادي نفكو حريتك وتقول لينا شكون اللي كيقتل، هذيك الساعه نشوف اخوك. كندا. لا 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 جيتي فين؟ مرحبا بخير ومزيان. جيتي عندك واحد الخبر. خبر ندير اش هاد الخبار؟ فخبارك شبعت على بين الخورة طيروهم. كيفاش؟ وي كي سمعتي. ولكن ناري قلت لهم الشغل مزيان، علاش يكونوا شدوهم؟ وراه خو اللي ريطو. شناهو؟ خو اللي ريطو؟ عندك ريطنا حتى حنايا الصاد. وما يقدرش، تعرفني مزيان اش كنسوا. وبلا هذا. اجلس اجلس نسمعك الأخبار بعد اجلس. داير خا نشوفوا هاد التلويس هذا. لقد تم القبض على نبيل برادة وأخيه الأصغر بسبب تورطهما في جرائم القتل المنسوبة إليه. وقد اعترف كريم براد على انه قد قام بقتل اميه. رجع رجع ديك الوش، ما رجع رجع ما كان يعرف. هاي رجع يا صاحبي يتصل باخيه. هاي الوش ما سيدي هاي. هذا ماله قلتي عيب؟ وفي خبارك التاريخ اللي دايرو انت كود كان هو اسعد نهار في حياتي. اما الكنيرو لا ما يمكنش. لا نيرو ونيرو الزمان والاقصار عمرك تنسى لنا وربي ان باك ديما كان كيبغي. مالك كي دايرين؟ دابا ساليكم فين غادي للدار؟ طلع طلع نوصلكم طلع. هاك هادي ديالك. شكرا. وهادي ديالك. شكون انت؟ نيرو. نيرو؟ شنو بغيتي عند ولادي؟ غادي نعطيك ساعة محسوبة، نبغيك تخرج لي نبيل وخوه. واش عارف اش تقول؟ ما يمكنش. عندك ساعة وحدة، وأنت تعرف أحسن مني، اللي عليا هو غنصيفط لك اللوكاليزاسيون، وغتجي لعندي، وبلا ما تحاول تلعب معايا كبير، حيت غادي تجيبها غير في ولادك. ألو، ألو، تفو. الو
قدامك واحد الطوموبيل بائن، غتعطيهم السوار ديال الطوموبيل ديالك وتصيفطهم ليا دابا. ولادي من بعد ما يجيوك هذيك الساعه غادي نقول لك فين كاينين ولادك. واخ يلا انا نخلي الخط دايز. فرحانة عند بالكم غادي تفلتوا؟ فين حدكم فين؟ انا اللي عارف. يلا اخويا يلا يلا. ياك قلت لك غادي دابا فين هما ولادي؟ ولادك راه كاينين في الدار. كيفاش؟ الو 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 انس الو نهاد، قول لي الدراري كاينين في الدار؟ اه هما كيحفظوا. اسمعي اسمعي، عرفتي شنو ديري؟ وجدي لي الدوبل ديال السيرو ديال الطوموبيل. انا دابا شويه انا جاي للدار. صافي واخا انا نوجد لك السيرو. ايوا انت وصلت. شكرا لي ياسر. شكرا بصحتكم بصحتكم. بلاتي بلاتي نضرب واحد السيلفي وديك الساعه سير بلاتي. هاك يلا سيروا ومت... نيشان الدار واخا يلا. سلامة 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 ميزي. كتبتي ياش النايرو ملي قلتي لي غنتلاقاو في الوقت المناسب. شوف ملي فكرتي تخرجني من هاد المحنة دير في بالك أي حاجة احتاجيتيها أنا في جنبك. مالك مكي اجيو اجيو هنا. شكون داك اللي كنتو راكبين معاه؟ اي كنقول لكم ما تركبوا مع حتى شي واحد ما كتعرفوش. اه بابو راه كنا حنايا ما ركبناش مع حتى شي واحد غريب، راك هذاك صاحبك اللي جا عندنا داك الناريات. شكون صاحبي؟ صاحبك ياسين بابا. ياسين؟ كيفاش ياسين؟ اييه وانت فاش خدام؟ قول لي ما كتسكن هنايا؟ لا 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 ما ساكنش هنايا، ما عندي حتى شي علاقه بهاد الدار. عندي غير واحد الكليان عيط لي باش نصايب لي واحد البارابو. تعلمت عشير واحد الهاك ناضي فهلاش غير بالمرتك نجيب ديك في مك انتي خاص غير التليفون يكون شاعر. ويل ما تشيقشينيش واجه يا صاحبي نوريك. ويلا مسخا جبتينا فين كاينين يا صاحبي؟ ها وضويق هذا واشاك على الله. مالك بابا؟ كاين والو بنتي سيرو كملوا حقك. فهمني اشنو واقع؟ شنو نقول لك؟ حتى انا باقي ما فاهم والو. قولي فين هما داك السوارز؟ ها هو ما سواش كاين انا ما فاهمه والو. هاي تسمعي الو زريقة Thank you.
شوف اخويا، دير في بالك بلي انا ديما في جنبك، واخا انا عارف ماشي انت في الوعي ديالك، ولكن ما غاديش نفوتك، انت ما تعرف نكملوا حياتنا بخير ان شاء الله. شو كدير؟ حياتك ما غتكملش بخير حيت غادي تسالي هنا. ولكن علاش؟ شنو درت ليك؟ حيت بسببك وليت اكبر مجرم ودمرتي لي حياتي وخليتيني نعيش حياتي كامله وانا يتيم. 29-03-05 هاد التاريخ هذا فاش كيفكرك؟ ها؟ فهاد النهار؟ شكون انت؟ شنو بغيتي عندي؟ واش بغيتي تمنع على ولدي؟ حتى انت تمتينا انا خويا على بانا بسبب دوك المقالات اللي خرجتي في الجريده بالضو، وهو غيدوز دابا حياته كامله في الحبس. باك كيدير شي حوايج ضد القانون، وانا بحكم انني صحافي درت غير خدمتي. حتى انا غندير غير خدمتي، وباش يرتاح با خاصك تموت انت قبل ما يموت هو في الحبس. شنو هي اخر كلمه تبغي تقولها لولدك وهو يكمل حياته كامله بوحدو في هاد الدنيا؟ شوف ولدي، طال الزمان والقصار عمرك تنسى هاد النهار، وعرف بان باك ديما كنت كنبغيك. شفتي التاريخ ديال هاد النهار؟ غادي نبقى نحتفل به وما عمر غادي ننساه، حيت نكون قتلت فيه اشهر صحابي في مدينه سالا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده با با ما تموتش خليني با. انت هو ولد صحافي؟ مزيان ملي استعقلتي، انا هو ولد صحافي. الدنيا صغيره ياك، ايوا هو دابا ربي لاقانا باش نصفيو الحساب اللي بيناتنا. انا انتقمت للاب ديالي، وهادشي اللي باغي دير انت راه ما عنده باش يفيد. شكون اللي قالك ما غنستافد والو؟ واش الله يجعلني ندوز حياتي كامله في الحبس؟ المهم النفس ديالك ما تبقاش تدور في هاد الدنيا. جاوب اصاحبي جاوب. زريقه واش قربنا ليها صاحبي ولا لا؟ نتوما في طريق صحيح، ما بقى لكم والو باش توصلوا. يلا اوكي بقى معايا في الخطه صاحبي، بقى معايا. واخا خويا يكون هاني. يلا قول لي شنو هي اخر كلمه تبغي تقولها لخوك؟ هو غادي يكمل حياته كامله بوحدو في الدنيا. خويا واقيلا وصلت نوبتي باش نمد على الدنيا، ولكن تهلا في راسك، تهلا في راسك. أجدي وقف. لا لا حفظ حفظ. ثم اتصلوا بالإسعاف، أنا نتكلف به. علاش درتي هادشي كامل؟ هادشي اللي كتبوه عليا الله، عرفتي شكون هو هذا؟ لا ما عرفتوش، شكون؟ هذا هو اللي قتل بو خلاني نعيش حياتي كاملة يتيم. الدنيا صغيرة ياك، ما كنتش متوقع أنني نتلاقى بالمجرم اللي قتل لي الوالد ديالي. وشكون قال الدري اللي ندوز معايا الطفولة هو اللي غيشدني؟ إلا عقلتي كان هذا هو الحلم ديالك ياك. انا شنو الحلم ديالك؟ انا الحلم ديالي هي نولي احسن بوليس ونشد اخطر مجرم. باغا تكون بوليس يجي نلعبو بوليس الشفار. زعما انت هو الشفار؟ كنت قلت تشد اخطر مجرم. ايوا ابو الحلم ديالك تحقق، انت شديتي اكبر مجرم. صراحة يا خي ياسين ما لقيت لك جهد، ولكن قضيتك وصلت للكبار والقانون رفض كلشي. دير خدمتك. I'm sorry mama,
تشوف وجهي وانا يبهمي حنا نعرف زهري وين الديني اللي لاني سدي من ابني I'm sorry mama I troubled you and they upend me حنا نعرف زهري وين الديني من اللي لاني سدي من ابني شوفي حالي مجنين وميامة يا كيف ندير الليل طويل ياما جيبان وش وصبر علي ياما لطفي ياكي باغي نحلم ياما خليني 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 نضربها خليني لمي ما وحشتني خليني 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 لمي ما خليني باغي نجر خليني What about me? Me having my dreams I know you